بلا خيارات أخرى يتزاحمون أملاً في الحصول على ترياق حياة. هنا في بوابة مركز علاج الأورام في محافظة الحديدة يعاني مرضى السرطان من نقص شديد في الأدوية والجرعات الكيميائية بسبب الحرب، فهم يستلقون هنا على هذه الأسرة على جنبات الممرات الضيقة، وقد هد المرض حيلهم وأعياهم الانتظار. يقطع كثيرون من هؤلاء المتعبين مسافات طوال، يتكبدون الكثير من المشقة والمعاناة، لكن غياب الدواء ضاعف من صدمتهم وأحال أوجاعهم رهن خيبة لا تطاق. في نقص أدوية من الصيدليات، ما فيش، في تأثير قوي، بعض أدوية ما توجدش وأدوية موجودة، ويقوم الأطباء بعملهم بدور كبير ولا بنفي، يعني ممتازين. كثافة مرضى بشكل أكثر من المعتاد طبعا بسبب الظروف اللي تمر فيها البلد، نتيجة ذلك طبعا حصل احتياج أكبر للأدوية. الاحتياج الأكبر للأدوية مع وجود الشحة اللي موجودة في الأسواق وقلة الاستيراد بدأنا نعاني مشاكل. المشاكل هذه طبعا يعني حصلت في تأخر الحالات لعدم وجود الأدوية وسوء حالتها. يحاول المعنيون بالمركز الاستمرار بالمتاح، لكن الألم أكبر، والأعداد القادمة من ريف الحديدة والمحافظات القريبة منها يبدد جهدهم ويضاعف من مخاوف السرطان الذي لا يرحم.